فضلاً عن كون سيادته أحد أعلام القضاء الدستوري، فإن له تاريخاً قضائياً مرموقاً امتد إلى ما يقرب من 50 عاماً، عمل خلالها في النيابة العامة والقضاء، وأعد العديد من المؤلفات القانونية المتخصصة، كما ترأس اللجنة التي أشرفت على اختيار الأحكام المعدة للترجمة وإعداد مختصر لها، فكان منبت هذا الكتاب من صميم عطائه العلمي. كلمة معالي المستشار الجليل بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، معالي المستشار الموقر عمر مروان وزير العدل، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، السيدات والسادة ضيوفنا الكرام، أتشرف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن أرحب بحضراتكم جميعاً في أحد محاريب العدالة في مصرنا الغالية، إحدى قلاع القضاء المصري الشامخ، المحكمة الدستورية العليا، التي تزهو بحضوركم اليوم لمشاركتنا احتفالية إصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء محكمة عليا تباشر الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. وفي بداية احتفالنا بهذه المناسبة الكريمة، تشرف المحكمة الدستورية العليا بإهداء النسخة الرسمية الأولى من كتابها المحتفى به إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الكرام، إن الرقابة الدستورية تمثل جزءاً ملهماً لازماً للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب، وبها يواجه القاضي الدستوري كافة الإشكاليات والتحديات وثيقة الصلة بمجتمعه. ولقد نهضت المحكمة الدستورية العليا بدور عظيم في إعادة تعاطي المشرع لمختلف مناحي الحياة في المجتمع المصري، حين أكدت بأحكامها وقراراتها على صون الدستور واحترام أحكامه. وبهذه المثابة، منح الدستور أحكام المحكمة الدستورية العليا الحجية المطلقة لكونها حصن الدستور الأعظم والمعبرة عن معانيه ومراميه، بمراعاة أن القضاء الدستوري يباشر رقابته التي لا تقتصر على ما نصت عليه التشريعات، وإنما تمتد إلى سد الفراغ التشريعي الذي يخل بإنفاذ قواعد دستورية فيما يعبر عنه برقابة الإغفال التشريعي. السيدات والسادة ضيوف احتفالنا الأغر، اسمحوا لي أن أقدم اعتزازي وتقديري لأستاذي ومعلمي صاحب المقام الرفيع معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لتفضله بقيادة هذه الاحتفالية. وبالقدر ذاته أتقدم بآيات الشكر الجزيل لصاحب المقام الرفيع معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الذي أطلق فكرة إعداد هذا المؤلف، والذي حال انعقاد جلسات مجلس النواب دون مشاركته لنا هذه الاحتفالية. واسمحوا لي أيضاً وباسمكم جميعاً
أن أقدم وافر آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم بفكره وجهده في إبداع الأحكام التي أسست لمادة الكتاب، من قضاة أجلاء شيدوا أحكامهم الخالدة أبداً عبر سنوات عديدة بمداد التجرد والحياد والوطنية الجارفة. رحم الله من توفي منهم وأمد في عمر من يواصلون عطاءهم الدافق آناء الليل وأطراف النهار. ولعله فرض عين أن أشكر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكذا وحدة أبحاث القانون والمجتمع بها التي تفضلت متبرعة بأجرها في ترجمة الكتاب من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية توطئة لإطلاقه إلى المجال الدستوري الدولي. وإنه لا يمارى في توجيه التقدير إلى وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب التي أصدرت هذا المؤلف المتفرد ضمن إصدارات موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها قاضي جليل تكرمه المحكمة اليوم وفاء لجهوده. كما أتوجه بوافر الامتنان لزملائي الذين أسهموا في إعداد وتنفيذ هذه الاحتفالية حتى تخرج بما يليق بمقام حضوركم السامي. والشكر والتقدير مستحقان دوماً لكل من تجشم عناء الحضور ومشاركتنا احتفالنا هذا من أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام. السيدات والسادة المكرمون والأكرمون، أنتهز تشريفكم هذه الاحتفالية التي يرد فيها الجميل لرؤساء المحكمة الدستورية العليا ونوابهم والرؤساء بهيئة المفوضين الذين أكملوا عطاءهم، لأنبئكم بما انتهت إليه قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا من اعتبار حفلنا اليوم باكورة احتفالات قادمة بإذن الله تقام وفاءً لكل من أسهم بفكره الثاقب وعطائه المشهود من السادة النواب رئيس المحكمة والرؤساء بهيئة مفوضيها السابقين عرفاناً وتقديراً لهم جميعاً. وبهذه المناسبة تعلن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اعتبار يوم 6 مارس الموافق للانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا يوماً للوفاء لكل قاض شرف بالعمل فيها وانتسب إليها. وفي الختام لا يسعني إلا أن أزجي كل عبارات الشكر والثناء للسادة الزملاء الأجلاء أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا جزاءً وفاقاً لما قدموه من جهد مشترك وعمل مؤسسي أنتج هذا المؤلف القضائي رفيع المستوى المحتفى به. فنعماً أيها الزملاء، كنتم دوماً وما زلتم أبداً سدنة الشرعية الدستورية وحراس العدالة المجتمعية في جميع صورها. ولتسعدوا إذن بما أنتجته أفكاركم وأنضجته رؤاكم وجادت به قرائحكم. ومن بعد فليتفضل السادة المحتفى بهم والمحتفون معنا بقبول أجل التبريكات وأطيب الأمنيات بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر الكنانة بالخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.